الحوص. بعد تساقطات ثلجية كثيفة، حركة السير باتت صعبة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش ووزازات. بتيشكا توقفت رحلة هؤلاء السائقين بعد أن عرقلت الثلوج مسيرة شاحناتهم. قضوا حوالي 3 أيام هنا بمنطقة تدر في انتظار استكمال أشغال توسعة الطريق. وصلت هنايا المنطقة ديال تدر. الموارد البشرية. بعد ساعات طويلة من التدخل اللوجستيكي، فتح هذا المحور الطرقي أمام العربات الخفيفة دون الشاحنات في انتظار استكمال أشغال توسعة الطريق. في ظل هذه التقلبات المناخية، السائقون مدعوون من جانبهم للالتزام أكثر بالحيطة والحذر تفاديا لحوادث مرورية قد تكلفهم حياتهم.